محافظة المثنى إذا تعرفها، تسننت على يد حسين الباز بسبب مسألة. نعم والنعم منك ومن حسين الباز والله اللي تسننت عليه، يعني حصل شو شيخ؟ يعني حصل جواب لا بدون تجاوز شيخ. لا لا والله متجاوز، هو يعترف يقول انا خلي بنتي ومرتي يستعدون شباب الشيعي يفتحن كاميرا وهاي، يعني انت من تصير سن يعني حصل جواب مثلي والسن ما تدري. لا لا والله ما على مستوى عرفت من بنتك. يلا تفضل تفضل شيخ. تسننت مسألة ايه قلت له شيخ حسين ان صلاة ذكر علي بيها واجب او لا، يعني اذا ذكرت علي تبطل صلاتي؟ قال لي انه كلام المفوضية وهذا يبطل الصلاة وكتبة. يقول لي زين، اولا وين ذكر علي بن ابي طالب بالصلاة؟ هو وين؟ هو بالصلاة لو بالاذان على الاكثر الشيعة؟ بالصلاة اكيد يعني وبالاذان همين. لا الاذان خارج الصلاة، احنا الصلاة متى تبدي؟ هاي الصلاة هنا نويت أصلي، الله بدأت الصلاة، ما قبل الصلاة مستحبات مخير لا داخل ليس لها علاقة بالصلاة ولا تسمى صلاة. نهاية بداية الصلاة التكبير، نهاية الصلاة التسليم، إذا حتى سؤالك خطأ فهو خارج هذا الموضوع عن الصلاة. إذا هذا الذكر علي وين صار؟ بالأذان، والأذان مو بالصلاة. راح اجي اثبت ان ذكر علي بالصلاه بعدين، بس انا جاي اصحح لك سؤالك. اذا كلمه علي يقول حسين الباز مو صحيحه بالاذان اضافه، صحيح؟ صحيح. ما هو رايك؟ بس رخصتك يقول لي انتم تفتون بكلام غير قاله الرسول. يعني ما قال راح اناقش حبه حبه جايه، كان علاء المهدوي، تعرف شنو؟ والنعم بك. جوجل الشيعه. راح اثبت لك الاذان، واثبت لك اشهد ان علي ولي الله، واثبت لك كل هندني، واثبت لك حتى بالصلاه انه بروح لك. زين. في بدء الامر هو قاعد يشكل على كلمه. ما هو رايك ان الاذان كله عند السنه لم يرد على الروايه عن النبي؟ شلون؟ يعني النبي ما ذاك الاذان؟ ما ذاك الاذان؟ كله في كتب السنه. كله في كتب السنة ما بي رواية صحيحة في كتب السنة. الشيخ يعني هذا كلام اعترضنا على كلمة في أذان، أقول لك الأذان كله في كتب السنة لم يرد برواية صحيحة. والله أول مرة يعني أعلم بها. النقطة الأولى. النقطة الثانية عمر بن الخطاب يقول ثلاثة أنا حذفتهم كان في عهد رسول الله، منها حي على خير العمل. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة نناقش قضية الأذان. كيف علي بن أبي طالب يشهد له ورسول الله لم نفرض أنه يعني مثل ما تقول ما صار بعد يعني ولي الله ورسول الله ما قال علي ولي الله؟ أولاً من كان رسول الله موجود وعلي موجود الولاية لمن؟ للرسول أو لعلي؟ للرسول أكيد. فشو تريد رسول الله يشهد بالأذان لعلي وبعد علي ما مستلم الولاية؟ متى استلم الولاية؟ الولاية على ثلاثة أنواع: ولاية التوحيد، ولاية النبوة، ولاية الإمامة. بسم الله الرحمن الرحيم، انما وليكم الله. النبوة انتقلت من الله، وين راحت؟ رسوله. الرسول مات، الرسول اخر حياه للرسول ايش قال؟ من كنت مولاه، من كنت انا صاحب ولايه علي فعلي مولاه. هنا انتقلت الولايه لعلي بن ابي طالب اواخر حياه رسول الله. فجاء ابو ذر قال اني اذكر علي في الصلاه وفي روايه في الاذان. قال ماذا تقول؟ قال اشهد ان علي ولي الله، والناس تباذيني تعترض على ذلك، فقال افعل ما ترى يا ابا ذر. هاي اذن الولايه لعلي عليه السلام انتقلت في اواخر حياه رسول الله، لان المنظور الشيعي يقول الامام امامان
إمام صامت وإمام ناطق، فإذا مات الناطق قام الصامت. الحسن والحسين من هم الإمام الصامت ومن هم الناطق بالحياة؟ اثنيناتهم موجودين، من يصير الناطق؟ والله لا ما عندي. الحسن عليه السلام هو للولاية، هو إلى التقرير، وهو حج على أبو عبد الله الحسين. من مات الحسن انتقلت ولاية الحسن لمن؟ الحسين. ومات الحسين انتقلت لمن؟ ما أدري والله بعد. شوفوا اخواني، حتى اللي يتسنن ما يعرف اسماء الا امه بكل بساطه، ترى ما تيلك ما جاي اقطع اذا وصل عن حافظهم. انا كنت يعني شيعي يعني كل اسم مدينه من حي الصدر اذا تعرفهم. ماكو مشكله بس ما عندك ثقافه الابجديات المقدمات. نحن الشيعة علي، حينما يدخل التشيع انسان واعي مثقف يعني الدكتوراه. لا انا ما دخلت الشيعة، انا ولد الشيعة. اقصد مو اقصد افهمني افهم اقصد السني ما يصير شيعي يجينا مثقف. الشيعي لو يريد يصير سني ماك واحد مثقف. احتراماتي لك يعني ما مطلع يعني. انا بدي اسالك سؤال بكل بساطه، امور ما راح تعرفها. ما هي شروط الصلاه عند الشيعة؟ والله ما ادري. شفت اخي عزيز، اللي يدي يخرج من معتقد كون ناكت المعتقد نكت، لان هذا تارك معتقد ودخل لمعتقد اخر. مع ذلك اجبناك. اذا هاي بالعنوان العام الشهاده لعلي بن ابي طالب عليهم السلام. زين يقول لي انه المفوضيه ذكرهم عندك يقولون لعنهم الله. لا لا، هذا مو قول ثابت، هذا قول. نحن حينما نريد ان ناخذ بالقول ضيفنا، ناخذ بالقول المتواتر ام القول الشاذ؟ شنو يعني الفرق بين المتواتر والشاذ؟ ما اعرف والله. ابقى سني، ابقى سني، معلمي ما له مثيل. ولك شكوى والله العلي العظيم يعني ماكو مشكله. المتواتر اعتقد يعني ضعيف. لا انا راح اشرح لك. مثلا واقف بركن وجولك قالوا لك صارت عركه 10 نفرات يسمونه تواتر الخبر. واحد اثنين قالوا لك 10 صارت، وجا واحد وجا واحد راي خبر هيك واحد قال لا ما صارت عركه. بما تاخذ بالعشر لو بالواحد؟ بالعكس. أحسن. فهذا قول مال أن المفوضة قالت أشهد أن علي ولي الله، هذا قول عالم واحد. زين أنا عندي بمئات العلماء يقرون بالشهادة، بل عندي روايات، عندي هذا فهم العالم القاصر لربما لم تصل إليه الأدلة، ولربما لم تصل له الحجج. لماذا؟ لضيق المساحة في زمانه، ماكو اطلاع، ماكو الحصول على الروايات. فهذا قول عالم واحد فيعتبر خبر شاذ. نحن نأخذ بالتواتر من أقوال الفقهاء والتواتر من أقوال الأمة عليهم السلام. فلا يعني ولا يعقل أن نترك التواتر ونذهب إلى رأي شاذ، هذا لا يعقل. فالذين قالوا المفوضة، نرجع إلى روايات الأمة. مولانا شنو رواية سنية شيعية؟ رواية سنية شيعية. يقول رسول الله لما أصي بي الإسراء والمعراج وجدت مكتوب على باب الجنة أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. الصادق يقول، هل الصادق مفوض مثلا؟ ولأما قالوا من ذكر الله فليذكر محمد ومن ذكر محمد فليذكر علي. هل الأمة مفوضة؟ حبيبي 50 رواية تشهد الولاية لعلي بن أبي طالب، رواية تنطح رواية، وحمل لك أجمال من الروايات. أما المفوضة منهم؟ المفوضة هكذا، ليس المفوضة من شهد الولاية لعلي بن أبي طالب. نحن عندنا روايات متواترة. المفوضة من اعتقدوا أن الله فوض للأمة في قضية الخلق والرزق، ولهذا ذكرها الإمام. قال المفوضة من قالوا أننا نخلق ونرزق، ولم يقل نحن نشهد الولاية لعلي، لأنهم كلهم يشهدون الولاية لعلي، ما بيني وبين الله كلهم يقرون الولاية لعلي. فالإمام الرضا حصرها باب اسمه باب التفويض في بحار الأنوار، هو اسمه باب التفويض، باب ما فوض الله للأمة في الخلق والرزق. هل فوض إليهم الخلق والرزق؟ يكتب لك الإمام لا يجوز. إذا الله ماذا فوض للأمة؟ فوض للأمة ما أمر الدين. قل لا حبيبي، سبحان الله، فالأمة يشهدون الولاية لعلي، والملائكة تشهد الولاية لعلي، والحجر العقيق يقول رسول الله أول من الجبال من شهد الربوبية لله والنبوة لمحمد والولاية لعلي هو حجر العقيق، فأصبح أفضلها وأقدسها. وأن الله يستحي أن يرد العبد الذي يدعو بالعقيق، لأن أول من آمن بالربوبية لله حبيبي. فهذا حبيب ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، أقر بها الجماد والنبات والحيوان وكل شيء من خلق ربنا، ما يرى وما لا يرى،
فالمفوض من يعتقد ان الام يخلقون يرزقون، هذا يسمى مفوض بتقرير الائمه. وخير دليل حينما اختلفوا الشيعه في عهد الامام المهدي في الغيبه الصغرى، ارسلوا له الى طريق السفير مالته، ان الشيعه اختلفوا في باب التفويض، باب التفويض اسمه ما فوض للائمه هل يخلقون يرزقون، هذا يسمى باب التفويض، فارسلوا للامام المهدي والامام المهدي اجاب بان هذا فيه حرمه، فهذا يسمى باب التفويض حبيبي. اللهم ادرس لنا فيها شيء.